انا مصنف تاني على العالم في الوزن بتاعي، والمصنف الرابع اولمبي. اتاهلت الاولمبيات عن طريق حاجه اسمها الورلد رانكينج، ده اتحاد دولي عامل لمده سنتين 25 بطوله متقسمين على سنتين او سنه ونص. كل افضل 50 لاعب في الوزن بيلعبوا مع بعض، ويجمع بقى الاكتر واحد بيجمع نقط هو ده اللي مثلا بيتأهل، بياخدوا 4 من كل ميزان. بتشارك، لازم بتشارك وبتجيب ميدالية فتاخد بوينتس، فالرانك بتاعك يبقى عالي، فبتضمن اللي انت تبقى موجود في منطقة الأمان، اللي انت تبقى من أربع اللعيبة المؤهلين. فالحمد لله اللي انا لعبت حوالي 25 بطولة. البطولات القارية كأفريقيا تتحسب، البطولات في بطولة اسمها بريمير ليجز، دي كل شهر بتتلعب مرتين في دولة مختلفة، أفضل 50 لاعب. وفي بطولات اسمها السيريس ايه، دي نقاطها أقل من البريمير ليجز، دي عشان اللعيبة اللي هي أقل من 50 تشارك فيها، فلما تبقى يعني تجيب نقط كويسة تعلى وتبقى من ضمن ال 50 فتشارك في البطولات اللي بتجيب نقط أعلى اللي هي الايه البريمير ليجز. فالحمد لله ربنا كرمني وتأهلت عن طريق الورد رانك، ودي يعني تكون أصعب طريق في التأهيل. احنا يعني عندنا 3 طرق، الطريقة اللي اتأهلت بيها اللي هي الورلد رانكينج، الطريقة التانية دي بطولة مؤهلة، دي بقى الناس اللي غير الأربعة اللي اتأهلوا بيخشوا كلهم ملحق، دي بطولة واحدة بيلعب فيها من كل بلد لعيب واحد، وأول 3 بيتأهلوا على طول. وتالت طريقة دي عن طريق الكوتا الأفريقية أو الكوتا القارية بمعنى أصح، بيختاروا أعلى 3 لعيبة من كل قارة في كل الموازين او كل الايفنتس. فانا الطريقه اللي الحمد لله اللي تأهلت بيها كانت من اصعب الطرق يعني الحمد لله. هو فعلا كارتي اول مره يخش الاولمبيات اللي هي الكبار، هو دخل في 2018 كانت اولمبيات الصغيرين، و2020 طبعا اتاجلت طبعا للسنه دي اول مره يخش فيها. مصر طبعا من افضل الدول، او هي افضل دوله بتلعب كاراتيه بعد اليابان طبعا. وعايز اقول لك ان يعني الناس اصلا عارفه قيمه مصر جدا في الكاراتيه او مستوى مصر، فبيبقى عاملين لنا حساب كبير جدا. اتوقع ان شاء الله يعني هيبقى في اقل حاجه ميداليتين ذهب من الخمسه، واتمنى طبعا ان تبقى 5 ذهب، بس الموضوع طبعا بيبقى مسيس شويه وبيبقى فيه سياسه، وفي طبعا ما ينفعش طبعا البلد تاخد 5 ميداليات ذهب او بمعنى صح تلم الميداليات الذهب كلها والبلاد الثانيه حتى لو هي تستحق دي، فالموضوع بيبقى مسيس شويه. بس ان شاء الله يعني اتوقع يبقى في اقل حاجه تبقى ميداليتين ذهب باذن الله، وان شاء الله ربنا يكرمنا كلنا ونرجع بالميداليات دي، اهم حاجه ان شاء الله باذن الله. هو طبعا الميزان، كل ميزان بيبقى موجود فيه 10 لعيبه، 10 لعيبه دول زي ما بيقولوا هم متنقين على الفرازه، مفيش حد فيهم ضعيف او حد تقول اللي هو ماتشه سهل، لا الموضوع مش سهل. هو هي ماتشات قليله، انا ممكن انا المفروض 10 لعيبه، 5 في مجموعه و5 في مجموعه، بلعب الخمسه وياخد اول 2 من هنا واول 2 من هنا، وبعد كده ايه يعمل كروس ونشوف بقى الترتيبات او اللي يلعب نهائي او هيلعب على البرونز وكده. فالموضوع مش سهل، بس يعني الناس اللي فعلا توب بلاير اللي هم يعني منافسين ليا شخصيا، لاعب من فرنسا اسمه ستيفن داكوستا، ولاعب من تركيا اسمه إري سامدان، ولاعب من كازاخستان. بص هو انا لسه متاهل بقالي مثلا 3 شهور. انا كانت ناقصه على البطوله، يعني انا زي ما قلت لك 25 بطوله، البطوله ال 25 دي اللي المفروض اكسب فيها عشان تاهلني. على حظي طبعا البطوله اتاجلت عشان خاطر الكورونا، فطبعا انا كنت قاعد على اعصابي وقاعد طبعا بقى قاعد افكر. طبعا الموضوع زي ما قلت لك الموضوع بالنسبه لي حلم وعايز احققه، وطبعا بقالي مثلا 3 سنين ولا سنتين بجهز نفسي او باهل نفسي للحاجه زي كده. فلما تتاجل وانا لسه مش عارف انا اتاهلت ولا لسه، ولا هخش بقى الملحق زي ما قلت لك بتاع باريس، او استنى بقى الكوتا الافريقيه، فالموضوع كان بالنسبه لي انا بشع.
قاعد على اعصابي طبعا، قاعد افكر في كل السيناريوهات. ف يعني الحمد لله الحمد لله ربنا كرم يعني. ومفيش حد في العالم ما لعبش كاراتيه في بدايه حياته، حتى لو دخل شهر. هي الكاراتيه لعبه بتعتمد على الذكاء والمهاره وخفه الحركه كشعبيه. انا هي اظن الممارسين بتوع الكاراتيه من اكبر الممارسين في العالم. لو عملت احصائيه اظن هتبقى من اكبر الممارسين في الالعاب الفرديه في العالم. لكن هي المشكله كلها برضو ان برضو في جزء سياسي شويه في ان مثلا البلاد اللي هي العظمى مش كويسين في الكاراتيه، فمش بيدعموها في الاولمبياد. وطبعا عشان هي اللعبه دي اصلا لعبه يابانيه، فطبعا اليابان دعمتها بشكل كويس جدا ان هي تبقى موجوده في الاولمبياد، لان زي ما قلت لك اليابان من الدول الكويسه جدا في الكاراتيه. فطبعا دعمت اللعبه ودخلتها الاولمبياد. هيخش بقى الاولمبياد الجايه ولا لا لسه ما نعرفش، اللي هي اولمبياد باريس ما نعرفش هتخش ولا لا. بنسبه كبيره اتوقع ان هي مش هتخش، لان زي ما قلت لك الموضوع مسيس شويه. اتمنى طبعا نخش، لان عايز اقول لك مصر كويسه جدا في الكاراتيه، في الاسكواش، في العاب معينه مصر كويسه جدا فيها، بس الحظ اللي هي مش موجوده في الاولمبياد. ان لو موجوده في الاولمبياد مصر هتبقى حصيلتها في الميداليات عاليه عن السنين اللي فاتت بكتير قوي.